نبدأ بالصلاة على رسولنا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، فصلوا على خير البشر. بسم الله الرحمن الرحيم. سيداتي يا نساتي، سادتي، أحبائي في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطابت أوقاتكم بكل خير. مرحبا بكم معنا في موعد جديد وفي ليلة كبيرة ينتظرها عشاق كرة القدم في كل مكان حيث الوجهة. نحن وإياكم هنا في برشلونة في ملعب سبوتي فايب كامب نو، حيث إياب الدور نصف النهائي من بطولة كأس ملك إسبانيا. اللقاء الكرة طويلة لكنها بعيدة عن الكل في 27 مباراة وغبي خطيرة، الدفاع يتدخل. يا الله، أي بداية هذه، أي أجواء هذه، أي انطلاقة كانت. أين كافي يبحث عن الحلول الخطيرة للبرسا، تمريرة خرجت الكرة، ومطالبة بشيء في هذه اللقطة. أنشيلوتي، هل حان الوقت للفوز؟ أراوخو، فينيسيوس، فينيسيوس يحاول أن يمر يكسب الكرة، وإمام ليفاندوفسكي تمويه وتسديدة لكن صدمت في ميليتاو. يا الله، هذه خطيرة أخرى لبرشلونة، مباراة كبيرة. بيرينيا يصل كرة، رافينيا صراع الكرة مع كامافينجا، خطيرة لبرشلونة، وغبي ولمسة وتسديدة وكرة. يا إلهي، مش ممكن الفرصة يا بارسا. رودريجو عرضية خطيرة كرة. يا إلهي، أراوخو في اللحظة الأخيرة. يا الله، حلوة 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 يا رودريجو. رودريجو على الجهة اليمنى، صعبة وطويلة على كروب، بادي بكرة عرضية الفرنسية خطيرة. حكم المباراة يشير إلى شيء، لا شيء في هذه النقطة، بدل النقطة سب خطر، احتج برشلونة، حصل مدريد على خطر، وثارت الأجواء. عائد الوراء واللي يقدم في أدوار هجومية وأيضا دفاعية في بعض الأوقات يكسب خطأ في هذه الأثناء. والمجانب كامافينجا صراع على الكرة بين الاثنين، كساتي رافينيا يلعبها القائم الأول كريم في التغطية، بعد ذلك أخرج عن الفرصة عن الوصول، كرة عرضية خطيرة ووتر، الكرة تصل بعد ذلك لمودريتش، خطيرة لرودريجو، أهدت. يا الله، الفرصة حلوة، التمرير ياتي اليسار عن طريق فينيسيوس، حكم اللقاء احتسب خطأ لمصاعتي كامافينجا، خلاص خطأ لمصاعتي كامافينجا، وفرة عددية للاعبي فينيسيوس جونيور، يحاول أن يمر يكسب الكرة ويكسب الخطأ لمصاعتي مدريد، خطأ لريال مدريد ولمصاعتي فيني. طبعا أراوخو دائما، بادي يحاول، بادي مر، بادي بكرة وتامي كروس، عرضية خطيرة لبنزيما، الطاير حطها لتر شتيغن، سهلة عند مارك أندريتش، فضل التمرير، حلوة خطيرة لقابي بكرة عرضية، ولكن التحرك بجانب كامافينجا، يلعب الكرة خطيرة بابتدائي كريم بنزيما، تغطية بجانب ميليتاو، تأمينها بعد ذلك، وفي الأخير تحولت إلى وجود خطأ لمصاعتي هدير، انطلاقة لبرشلونة، غافي بلمسة أمامية لكن التغطية بتاعت ريال مدريد، فينيو حاول يمر والتغطية أمامه، وبعد لبرشلونة عرضية وكرة وفرصة. يا إلهي، مرنجي جميل، أي مرتدة يا مدريد، أي مرتدة يا مدريد، سلاحهم، قوتهم، سطوتهم، خطورتهم، المرتدات، التحولات من الدفاع إلى الهجوم. تأخيرا في نهاية الشوط الأول، توقيت مهم ريال مدريد. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء. كون في الشوط الأول مدريدي على مستوى النتيجة، برشلونة على مستوى الأداء. شوط ثاني كيف تكون الأمور؟ سننتظر وإياكم في هذه الموقعة. أراوخو مر، فيني مر، فيني بكرة، دفاع يتدخل في اللحظة الأخيرة، هو مدريد الأكرم، مودريتش خطيرة لكريم والتسديدة والثاني. الله، روعة روعة روعة،
الهدف الثاني للبرنجي، 2 لمدريد عن طريق كريم بنزيما. لوكا 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 يا جماعة لوكا، المرور الجميل، التمريرة المريحة، بنزيما يضرب بالثاني في الكامب نو. ريال مدريد يقلب الموازين، يمنع كورتوا البرسا، لا زالت داخل منطقة، مرت من الجميع، ضاعت من الجميع. القبض الحالي يمر رافينيا، مر رافينيا بكورة لكن كامافينجا ولا للعودة يا برشلونة. العرضية والراسية خطيرة باتجاه رافينيا، حاول مر رافينيا داخل منطقة التسامح تسديدة لكن عالية من رافينيا، عالية من رافينيا. كم كورة كانت عندك رافينيا، تعال رافينيا تفردي أكثر من لازم، لا زالت. أوه يا روخو، بصعد فينيسيوس، فيني يبحث عن الحلول، يحافظ على الكرة، وصافرة وركلة جزاء، نعم ركلة جزاء لريال مدريد. يا له من سيناريو، فينيسيوس جونيور يحصل على ركلة جزائية، بنزيما أمام تير شتيغن، بنزيما الثالث يا مدريد، نعم الثالث يا مدريد، بنزيما من علامة الجزاء كريم يسجل ثلاثية لمدريد في مرمى برشلونة، الهدف الثالث لريال مدريد. سبحان مغير الأحوال، شوط ثاني مدريدي بالكامل بروعة كبيرة، بعد أن كان البرسا عند من الأخطاء بنزيما لمدريد أمام التغطية من جانب أراوخو، كسب الكرة أراوخو وابل الى بنزيما، بنزيما مر، بنزيما تمريرة لكن تشافي في قلب الموازين، لكنه عندما فينيسيوس جونيور بعض الاسماء الموجودة في قائمة، خطيرة بالراس ولكن الدفاع ميليتاو وندي على جهة اليمين، خطيرة بكرة عرضية، وين ليفاندوفسكي، وين ليفاندوفسكي. اليوم مدريد يدافع بشكل جيد، برشلونة بكرة طويلة في أقصى الجهة اليسرى إلى أراوخو، مجموعة من التمريرات أمام كامافينجا، ضيعت عن الحلول، الحكم يحتسب خطأ وإنذار على كارفاخال، نعم بطاقة صفراء على داني لمصعتي أليخاندرو بالدي. سمع توني كروس، فينيسيوس إلى كامافينجا، الحكم يحتسب الخطأ وبعد ذلك يتخذ القرار في هذه الأثناء بإنذار على غافي. طويلة الكرة، خطيرة إلى كريم، وكرة يا إلهي، خطير المرينكي قريب، تمريرة لبنزيما، سنسيو تسديدة بروعة، تير شتيغن يمكن يبحث عن الكرات العرضية بالفعل خطيرة باتجاه ليفاندوفسكي لكنها مرت أمامه وخطأ ضد ليفاندوفسكي. مع سنسيو حتى لبنزيما الأتريك، يا كريم يا كبير، بنزيما أتريك في الكامب نو، ليلة للتاريخ، ليلة للتاريخ يا بنزيما، 4 مدريد لا شيء برشلونة، هاتريك لبنزيما، بنزيما وليالي رمضان، بنزيما وليالي رمضان اللي يمتع فيها. وخطيرة محاولة داخل منطقة الجزاء راسية لكنها سهلة لتيبو، والنجاعة الهجومية بالنسبة لكريم تشاومي جونيور لتهدئته، طبعا جمهور برشلونة الآن والسيطرة وضبط الإيقاع في تشكيلات ريال مدريد. يبحث داني عن التمريرة، عودة لتوني كروس.